ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتال، سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك جميع الأنبياء والرسل تقديم مخدوم على خدم، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستبق، خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي، كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم، فحزت كل فخار غير مشترك، وجزت كل مقام غير مزدحم، وجل مقدار ما وليت من رتب، وعز إدراك ما أوليت من نعم، بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أشفلت غفلا من الغنم، ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم،
ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم. كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قارم. يجر بقر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم. من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستأصل للكفر مصطلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير آب وخير بعل. فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم. وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم. المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمام. والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شاكي السلاح لهم سمات تميزهم والورد يمتاز بالسما عن السلام. تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كام. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزوم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. صارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا شرف الله حافظه من كل منتقم. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجام كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصيم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتوم مولاي.